بهالفيديو عنا تسريبات أكثر وشبه مؤكدة عن بلاك أوبس كولد وور، والإعلان ممكن بشكل كبير يكون الأسبوع القادم. تابع الفيديو لتعرف كل التفاصيل. قبل نبدا الفيديو بس حاب اشكر اي اي ولينوفو على رعايتهم للفيديو، وفي شيء خرافي اظن راح يهم عدد جدا كبير منكم. اللي ما يدري، لعبه ايباكس ليجن تعتبر من اضخم العاب الباتل رويال والمفضله بالنسبه لي، لانها لعبه باتل رويال مميزه عن غيرها بالشخصيات والسبيشالست والخاصيات وكل الاشياء الخرافيه اللي ما بتشوفها موجوده باي لعبه باتل رويال ثانيه. طبعا لعبه ايباكس ليجن اعلنوا عن سيرفر للشرق الاوسط، والسيرفر صار له نازل فتره، فما راح تاكل هم اللاج او البينج العالي لما تلعب ايباكس ليجن. من فتره جدا قصيره اعلنوا عن السيزون الخامس، ونزل معاه شخصية جديدة باسم لوبا، باتل باس جديد، وجيم مود جديد باسم الكنز المفقود كمان نزل. هالاشياء كلها اللي ذكرتها موجودة حاليا باللعبة، مو اشياء جاية بالمستقبل. اللي جاي بالمستقبل هو كروس بلاي على نهاية السنة، واللعبة كمان راح تنزل على الموبايلات. فإذا قاعد تفكر انك تلعب لعبة باتل رويال جديدة مميزة مجانية ومدعومة بالشرق الاوسط بسيرفرات، ايبكس ليجند هي افضل خيار. لمعلومات اكثر ورابط التحميل موجود بالوصف. لعبة موجودة على البلاي ستيشن، اكس بوكس، بي سي بشكل مجاني، بس افضل شيء طبعا انك تلعبها على البي سي. وإذا كان ما عندك بي سي أو لابتوب جيمنج وساكن بالإمارات، فإي إي أو إيبكس ليجند نفسهم متعاونين مع شركة لينوفو الشرق الأوسط، وعاملين خصم 500 درهم على كل لابتوبات الجيمنج من لينوفو لنهاية الأسبوع. اللينك موجود بالوصف. ولو قررت تشتري لابتوب، في عندك هالكودين قدامك على الشاشة، استعمل أحد هالأكواد لما تشتري لابتوب. راح تاخذ معاه سماعة، ماوس وماوس باد بقيمة 700 درهم مجانا مع اللاب. طبعا الأكواد راح يستفيدوا منهم أول 7 أشخاص فقط، فاللينك كمان موجود بالوصف. تسكيل بسيط، هالفيديو داخل بالجيف أواي الشهري على القناة على كرت الشاشة. إذا حابب تفوت بالجيف أواي، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناة، واترك أي تعليق في وسيلة التواصل معك. طيب شباب، بهالفيديو عنا كتير تسريبات من مصادر مختلفة، بس رح أركز على آخر وأهم تسريبات طالعة من يوتيوبر باسم إكسلوسيف إيس. اليوتيوبر إكسلوسيف إيس ما هو معروف بالتسريبات، يوتيوبر عن كول أوف ديوتي بشكل عام، عنده فوق 700,000 مشترك. بس هاليوتيوبر عمل فيديو وقال إنه إجاله أحد الأشخاص على الخاص وعطاه تسريبات بشكل جدا جدا كبير عن اللعبة. طبعا ما عنا، يمكن هاليوتيوبر قاعد يكذب علينا، ما عنا أي مصدر خلينا نصدقه. بس أول شيء يوتيوبر عنده سمعته بمجتمع كول اوف ديوتي بالمالتي بلاير وكذا، فيعني ما اظن في داعي انه يشوه سمعته، ما هو محتاج فيوز. لو تشوفوا الفيوز تبعونه اصلا عاليين، هي اولا. ثانيا انه اعلان اللعبه راح يكون قريب جدا، فلو طلع كلام عم بيحكي كذب راح نعرف. وغير هيك بعض الكلام اللي حكاه جدا منطقي، واخر شيء اللي خلينا نصدقه انه حذف الفيديو بعد يومين، فواضح اجوا حكوا معاه اكتيفيجن او شيء من الكلام، خاف انه يصير معاه مشاكل من الشركه. فحاليا الفيديو اللي عمله ممسوح، بس كل الناس اخذوا الفيديو تبعه وقعدوا يتكلموا عليه. فراح نتكلم شو الاشياء اللي قالها بالفيديو. على حسب كلامه، انه الشخص اللي اجى وسرب له المعلومات قال له انه في طور للكامبين او طور القصه، في مالتي بلاير، في زومبي، وفي وور زون. ايه، في وور زون، بعد شوي راح نتكلم على الوور زون. فاللي قال اول شيء انه صح، اللعبه راح يكون ثيمها بالكولد وور او الحرب البارده، فالتسريبات القديمه تاكدنا منها حاليا. قال انه طور المالتي بلاير وطور القصه خالصين بالكامل حاليا. حكى لما شفنا الاعلان المسرب من فتره لماب تانك، كان لسه بالبري الفا، حاليا انتهوا منها بشكل كامل. والماب اللي المقطع الفيديو اللي تسرب من فتره اللي كان بالبري الفا، اللي حطيت لينك له بالفيديو الاخير عن بلاك اوبس وكذا، كان صحيح. يعني فعليا اللي شاف الجيم بلاي سرب كان صحيح 100%، وراح نتكلم عليه بعد شوي اكثر. وكمان اكد الشخص انه اللعبة بوضع جدا جيد، مو نفس القصة مع بلاك اوبس 4. مع بلاك اوبس 4 كنا نسمع دائما انه اللعبة بوضع سيء، ما هم لاحقين يخلصوها، غيروا الملتي بلاير، كان في طور قصة حذفوه، من هالكلام كله. حاليا هالكلام مو، يعني هالكلام مو نفسه مع اللعبة حاليا. اللي حسب ما قال المسرب لليوتيوبر انه اللعبة بوضع جدا جيد، الشركة ملاحقين ومضبطين الامور على راحتهم. صراحة هالشيء حلو، هالشيء خلينا نوعا ما نطمن انه بس تنزل اللعبة ما تكون مليانة جلتشات، ما تكون ريسايكل كلها مابات قديمة واسلحة قديمة نفس بلاك اوبس 4، في ان شاء الله يكون كلامه صحيح. طيب بعدين قاعد يتكلم عن الملتي بلاير، قال له انه مابات الملتي بلاير راح تكون نفس مابات بلاك اوبس بشكل عام، اللي هي 3 لين ماب، اللي هي المابات الصغيرة المصممة للتحديات، مو نفس مابات مودر وورفير. مابات مودر وورفير نوعا ما واسعة، ما تحسها مابات 3 لين، فلا المابات راح ترجع 3 لين. اذا حد بيعرف مثال على 3 لين،
زين نيوك تاون مثلا انه خط يسار خط بالنص وخط على اليمين، او فيما بمودر وورفير 3 لين اللي هو شوت هاوس مثلا، فراح تكون معظم المابات هيك نظامها. قال الميني ماب او الخريطه المصغره راح ترجع نفس قبل بلاك اوبس 4. بلاك اوبس 4 كانوا حطوا لك شغله اسمها فوق اوف وورد، نوعا ما قاعدين يتفلسفوا، كان غير الميني ماب اللي نعرفه. بعدين مودر وورفير الميني ماب ما راح يطلع لك لو شخص قاعد يطلق قدامك، حتى لو مو حد سايلنسر ما راح يطلع الا بيو اي في، بينما باللعبه القادمه لا، الميني ماب راح يكون طبيعي بالكامل، ما في يعني الفلسفات اللي شفناها باخر لعبتين. بعدين قال انه راح يكون في مي وسباحه بالمالتي بلاير نفس بلاك اوب 3، كمان راح يكون في سباحه بالوور زون تبع بلاك اوبس كولد وور. حكى بالنسبه للمشي راح يكون انليميتد رن، فينك تمشي بدون ما توقف ابدا، بس اكيد في بيرك خليك تمشي اسرع او شيء من الكلام. المالتي بلاير ما راح يكون في ابواب، فبالمالتي بلاير اللي يكره الابواب بمودر وورفير اللي هي انه تفضحك او مثلا تخرب ميكانيك اللعبه، هالشيء ما راح يكون موجود ببلاك كوبس القادمه، بس راح الابواب هاي راح تكون موجوده بالوور زون تبع بلاك كوبس القادمه، بس ما راح تكون موجوده بالمالتي بلاير. وكمان حكى انه ما راح يكون موجود بيرك ديد سايلنس، فبمودر وورفير ما في بيرك ديد سايلنس، حطوه كفيلد ابجريد. هون قالوا انه شالوا الديد سايلنس بشكل كامل، ممكن يكون موجود بالفيلد ابجريد، في فيلد ابجريد بهاللعبه بس الى الان ما نعرف شو هي، بس بيرك ديد سايلنس ما له موجود. وكمان ما في الجن سميث، هذا الشيء صراحة نوعا ما يعني خوفني. الجن سميث مودر وورفير جدا خرافي، اللي هو السلاح تحط له 5 اتاتشمنت بعيد عن الكلاس عنك، خلاص تضبط له اتاتشمنت على راحتك وما ياخذ يعني، مو والله تحط اتاتشمنت بدل بيرك نفس كذا نفس بلاك اوبس 3 و4 وكذا لا. فقالوا انه ما راح يكون في الجن سميث بمودر وورفير، راح يكون عندهم نظام الخاص فيهم. بعدين حكوا انه ما في الميلان على الحيطان، ما انه في تسريب قبل حكى انه في ميلان، اللي هي لما تروح على حيط وبالبلاي ستيشن مودر وورفير اضغط R3 او L3 يميل شخصيتك سلاحها، قال هالخاصية ما راح تكون موجودة. وما في سبيشالست، شخصيات سبيشالست شفناها ببلاك اوب 3 وببلاك اوب 4، ما راح يكون في سبيشالست ببلاك اوب القادمة، واظن هذا الكلام راح يفرح عدد جدا كبير من الناس. انا حسب اللي اعرفه في كثير ناس يكرهوا السبيشالست، لانه السبيشالست يعني فعليا عاد تكون انت لعيب باللعبه وخرافي وايمك كل شيء، بس تموت من سبيشالست، لانه فعليا سبيشالست يعني من اسمه شيء خاص، شيء يخلي الشخصيه اللي عدوك اقوى. فحاليا باللعبه القادمه ما في سبيشالست، بس راح يكون في فيلد ابجريد نفس مودر وورفير اللي هي الستوبينج باور للدرون او من هالكلام كله، بس اكيد ما راح يكون كوبي بيست، راح يكون فيلد ابجريد خاصه فيه. بعدين قال له انه موعد النزول راح يكون بنهايه شهر 10 او ببدايه شهر 11، وهالشيء اللي مجنني انه اللعبه ما تاجلت، يعني اللعبه راح تنزل بالموعد الطبيعي حتى ابكر، يعني هتنزل بنهايه شهر 10 اللي هو نفس باقي اجزاء كول اوف ديوتي بشكل عام. الشيء اللي محيرني انه الى الان ما شفنا اعلان، ما شفنا تيزر، ما شفنا صوره، ما عرفنا اسم اللعبه، يعني كل الكلام حتى كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور الى الان هذا كله تسريبات، ما في اي شيء رسمي من الشركه. فيعني ما اعرف شو نظامهم الصراحه، بس اظن لو تشوفوا نظام كول اوف ديوتي او اكتيفيجن اخر سنتين صاروا يمشوا على نظام انه ينزلوا لك اعلان لشيء وثاني يوم ينزل هالشيء بالنسبه للدي ال سيات، بس مو للالعاب. فاظن راح يعملوا نفس الشيء هالمره مع اللعبه، مو والله قبل بيوم، مو والله تنزل اعلان ويلا بكره حملوا اللعبه، اظن راح يكون قبل بشهر ممكن شهرين، يعني خلاص ما تحتاجوا ينزلوا اعلان قبل 7 شهور او 6 شهور نفس مو متعودين على اجزاء كول اوف ديوتي اللي قبل. طيب خلينا نتكلم على المابات المالتي بلاير. قال انه في 10 مابات، بس ما ذكر من فتره بالتسريب الاخير اللي عملته قال انه في تسريب طلع قال انه 4 مابات اللي هم نيوك تاون، سمت، جنجل، فايرنج رينج راح يرجعوا على اللعبه، راح يرجعوا على بلاك اوبس 5. هالمابات شفناهم ببلاك اوبس 4، شفناهم ببلاك اوبس 3، وبلاك اوبس 2 شفنا 2 منهم على ما اظن، فراح يرجعوا اللعبه القادمه. فيا خوفي يكونوا هال4 مابات من ال10 مابات، انه فعليا يكون عندنا 6 مابات جديده بس، وال4 مابات هم فايرنج رينج، سمت، نيوك تاون وغيرها. هلا انا احب هالمابات، يعني المابات هاي كلنا نحبها وكلنا نستمتع فيها، بس معليش نبي مابات جديده ونبي هالمابات الاربعه زياده عليهم. فبهالتسريب ما جاب سيره هالمابات، قال انه في 10 مابات بالمالتي بلاير، وشرح بعض المابات، راح اشرح لكم المابات بشكل سريع. في في مابات شفلها جيم بلاي وشرحها بالتفصيل. في ماب قال انه عباره عن زورق او قارب بنص البحر، فاول ما سمعت هالشيء فكرت هايجاك، بس بعدين مكتوب انه لا ما هو ماب هايجاك، نفس المكان يعني انه باخره بنص البحر وكذا، بس الماب مختلف كليا عن هايجاك. بعدين حقا في ماب اسمه مور، هالماب راح يكون كتير معقد، فيه نزلات وطلعات واشياء وهيك،
بعدين حكى في ماب اسمه ساتلايت، الماب بصحراء مفتوحة وبيشبه كتير ماب أفغان من كول أوف ديوتي مودرن وورفير 2. وبعدين باقي المابات شاف اللاي اوت تبعهم، يعني بس هيك من فوق بشكل جدا سريع بس ما شاف جيم بلاي. فحكى اول شيء انه شاف ماب تانك اللي شفنا له جيم بلاي تسرب من فتره، هالماب موجود، فتاكدنا 100% انه التسريب من فتره كان صحيح. بعدين حكى في ماب اسمه تندرا يلي هو بمثل مختبر روسي، في ماب اسمه كي جي بي يلي هو عباره عن ماب جدا صغير نفس شوت هاوس بمودر وورفير، وفي مابات اكثر من هيك. بس حكى انه 90% من المابات راح تكون بروسيا وفيها جو روسي، وهالشيء طبيعي انه اللعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور اللي هي الحرب البارده بين امريكا وروسيا. بعدين قال ان نظام السكور ستريك راح يرجع، فكل ستريك اللي عندنا يا مودر وورفير ما راح يكون موجود. بعدين حكى انه الهيلث اللي هو 150 هيلث نفس بلاك اوبس 4 كمان راح يرجع، بس الهيل راح يعبي لحاله، ما في داعي انك تحط ابره وتهيل حالك نفس مودر وورفير. بس ليش يعني ليش قالوا انه الهيل راح يكون 150؟ راح يكون في عداد فينك تشوف تحت على اليسار عداد الهيلث اللي عندك يا، واظن الهيلث راح يكون اعلى من مودر وورفير. متعودين العاب بلاك اوبس بشكل عام الهيلث فيها يكون اعلى وصعب انك تقتل فيها، اصعب من باقي الالعاب او بالذات اصعب من العاب مودر وورفير. بعدين حكى انه في نظام كرييت كلاس جديد، هو عبارة عن ميكس او خليط بين نظام البيكتن او العشر نقاط اللي شفناه ببلاك اوبس 3 و4 وغيرها من الالعاب، وبين النظام النورمال اللي شايفينه مودر وورفير. يعني ما راح يكون نظام عشر نقاط، راح يكون خليط بينهم، نظام جديد كليا. فاي خلنا نشوف شو هيكون. وبعدين حكى المالتي بلاير راح يكون 6-6، ما في الفلسفة اللي شفناها ببلاك اوبس 4 اللي هي 5-5. وبعدين قال انه الجيم مود الجديد بمودر وورفير اللي هو الجن فايت ما راح يرجع على بلاك اوبس القادم. بعدين قال انه الوور زون راح يكون نفسه تبع مودر وورفير، ما راح يكون في وور زون جديد، راح يكون ببلاش، بس راح ينزل ماب جديد للوور زون، والماب هاد هو لبلاك اوبس كولد وور. الماب راح يكون بروسيا، مع انه الماب الاصلي حاليا بروسيا اظن صح، ايه، فالماب راح يكون بروسيا. واصلا بالوور زون حاليا حطوا مثل بنكرات، بالبنكرات هي فيها كتير الغاز قاعدة تلمح انه عن بلاك اوبس كولد وور او عن قصة بلاك اوبس بشكل عام، راح اتكلم عنها بعد شوي. حكى انه الماب الوورزون الجديد اللي خاص ببلاك اوبس كولد وور راح يكون اصغر من الماب الاصلي اللي عندنا يا حاليا، وحكى بعض المناطق ما راح اذكرها كلها، اذكر يعني بعض الاماكن، في ماين اللي هو مثل منجم، في بعدين مختبر كيميائي، في حديقة حيوانات، في مستودع أسلحة، وفي كتير أماكن تانية ذكرها. من أحد الألغاز اللي بتدل على Call of Duty Black Ops Cold War الموجودة حاليا بالوارزون، بأحد البنكرات بالوارزون حاليا في ورقة مكتوبة عليها المخبأ ينفتح، لقد اقترب الوقت، الظلال أو شادوز هنا، لقد توقعت هذا، ولكن ماذا بشأن السجين؟ ماذا نفعل به؟ رد عليه واحد كتب ضعه في الصندوق، اجعله يتعفن. طبعا مو بالعربي، بالإنجليزي، بس قاعد أترجم لكم. فأوكي هالكلام شو له علاقة ببلاك أوبس؟ ببلاك أوبس 4 في أحد كاتسينات اللي شفناها، بلاك اوبس 4 ما فيها طور قصة بس في طور سبيشاليست وكان فيه نوعا ما كاتسينات قصة. فالمهم في كاتسين شخصية وودز عم يحكي مع ميسن وعم يحكي له انه انت اللي كنت بالصندوق، انت طول عمرك كنت جوا الصندوق. فيعني الناس قاعدين يقولوا ممكن هذا التلميح بشكل ما او باخر، لانه على وقتها ما كنا فهمانين، ما يعني ما فهمنا شو الصندوق، شو شو قاعدين يتكلموا. فممكن هذا كله تلميح على القصه القادمه، وحاليا بالوور زون ها بدا التلميح. Sorry kid. No. It's you in the box. It's always been you. طيب طبعا خلصنا من اليوتيوبر والكلام اللي تسرب له. وورزون عملوا لها ابديت اخر فتره صح؟ بالابديت الناس فاتوا على ملفات اللعبه وشافوا انه في شخصيتين قادمين من شخصيات الاوبريتر، في شخصيه باسم روس وفي شخصيه باسم وودز. هل التسريب طلع ببدايه شهر 6، شخصيه روس نزلت من يومين 3 ايام نزلت شخصيه روس، فيعني التسريب هذا كان صحيح. طيب شو يهمنا الموضوع؟ يهمنا الشخصية الثانية، اسم الشخصية الثانية وودز. بعالم بلاك اوبس وودز هو سارجن فرانك وود بطل بلاك اوبس 1، يعني ما فيها اي يمين او يسار، مستحيل يحطوا لك شخصية ثانية باسم وودز. فهذا بدلنا انه شخصية وودز راح تجي على مودر وورفير كاوبريتر نلعب فيه بالوور زون او الملتي بلاير. وغير هيك تسربت اقاويل او كلمات شخصية وودز بمودر وورفير، تسربت من ملفات لعبة بمودر وورفير، فيعني خلاص
تأكدنا 100%. طبعا بعض الناس عم بيحكوا انه الشخصية رح تنزل يوم السبت هاد، فممكن نشوف اعلان بلاك اوبس كولد وور يوم السبت القادم، وتكون انه لو عملت لها بري اوردر رح تاخذ شخصية وودز بمودر وورفير، هي احتمالية. او ممكن ينزلوه كبندل هيك لحاله تشتريه ب 2000 كود بوينت. كل صراحة اتمنى الشيء الاول يطلع صح، اللي هو انه نشوف اعلان لكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور يوم السبت، تعملها بري اوردر رح تاخذ شخصية وودز بالمالتي بلاير والوور زون بمودر وورفير. هالكلام اللي كلنا نتمناه، بس نستنى ونشوف. بس في شيء نوعا ما انتبهنا له، اللي هو انه اقاويل شخصية وودز بمودر وورفير اللي بده شيك عليها، اللينك موجود بالوصف. الكلام هذا مو صوت شخصية وودز، يعني صوته جدا قريب لصوته، بس الواضح انه مؤدي الصوت او ممثل الصوت مو نفسه اللي نعرفه تبع شخصية وودز. فهذا بدلنا ممكن انه اللعبة ريبوت نفس ما عملوا مع مودر وورفير. مودر وورفير في كابتن برايس، موجود كابتن برايس وجابوا ممثل او مؤدي صوت جدا يشبه صوت كابتن برايس، بس ما هو كابتن برايس الاصلي. فممكن هذا تلميح انه الجزء القادم راح يكون ريبوت، مشان هيك جابوا مؤدي صوت جديد لشخصية وودز بس جدا شبيه بوودز الاصلي. وشيء ثاني اكد لنا انه ممكن فعليا نشوف الاعلان يوم السبت، في احد الناس المسربين باسم توم هانسن، هذا سرب كتير اشياء وكتير كتب فيديوهات قبل ومعظم تسريباته صحيحه، قال انه الاعلان عن بلاك اوبس كولد وور راح يكون من بدايه شهر 7 الى نص شهر 7، فيعني بين اي وقت بين بدايه شهر 7 ونص شهر 7، فيعني يوم السبت رح يكون 4/7 اللي هو بداية شهر 7 تقريبا. فهذا الشيء رح يأكد كلامه. تقريبا هيك بنكون خلصنا من كل المعلومات المهمة. في كم معلومة بسيطة ابي اسألكم اياها. من اسبوع تقريبا استوديو ترايارك حط اعلان على قناته على اليوتيوب، قاعد يطلب ناس يشتغلوا عندهم بالشركة ممكن ليساعدوهم على بلاك اوبس كولد وور او ممكن لعنوانهم القادم. بالاعلان شفنا لجزء جدا بسيط لقطة من كول اوف ديوتي وورلد وور 2 زومبي، فورلد وور 2 زومبي لسلج هامر شو جابها عندهم. هذا الكلام نوعا ما بيأكد التسريبات اللي طالعة، اللي هي انه الجزء القادم عم بيشتغلوا عليه سليج هامر، ريفن واتهرير، ثلاث شركات. نحن قلنا هالكلام كتير بس ما عندنا اي اثبات رسمي، ففعليا هذا ممكن نقول اثبات رسمي انه استوديو قاعدين يحطوا فيه جيم بلاي للعبة من استوديو اخر، هالشي ما شفناه قبل هيك ابدا. وغير هيك في معرض كوميكون اللي بيطلع بامريكا اللي حيكون بتاريخ 23/7 اونلاين للكل بسبب كورونا، وهذا المعرض دائما بيعلن فيه زومبي بلاك اوبس. بلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4 اعلنوا عن الزومبي بالمعرض، مو الاعلان الاول، لا الاعلان الاول بيطلع قبل، بس دائما بهالمعرض بيكون في شيء خاص بالزومبي. فنستنى ل 23/7 ونشوف هل فعلا هالمعرض هيكون في شيء للزومبي او لا. الحلو كمان مثل ما حكيت راح يكون اونلاين وكلنا فينا نشوف. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات اراكم عن كل المعلومات اللي كثير اللي ذكرتها بهالفيديو. وبس كان معكم شركيات شركيات كم فيديوهات ثاني ان شاء الله. مع السلامه.